بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. حبايب قلبي، ايه رأيكم في صينية السمك الصيادية ولا رز الصيادية ولا السلطة البلدي الجميلة ولا الطحينة والجرجير؟ ايه رأيكم في السمك الجميل الحلو ولا السمك المقلي؟ ايه رأيكم في أكلتنا الجميلة النهاردة؟ بصوا الجمال وبصوا الحلويات، ربنا يبارك لنا فيك يا عم محسن، هو اللي جايب لنا السمك وجايب لنا كل حاجة حلوة. ايه رأيكم في الأكلة الجميلة دي؟ هنقول يلا بينا بقى، هنخش على مطبخ عبير وماما على اليوتيوب ومطبخ عبير وماما على الفيس ونشوف، وعلى تيك توك ونشوف أحلى أكل وأجمل أكل عملناها ازاي. يلا بينا يلا بينا. حبايب قلبي، مساء الخير ومساء الهنا ومساء السعادة، مساء كل حاجة حلوة عليكم. عاملين ايه يا قلبي؟ يا رب تكونوا دايما في خير وسعادة يا رب. بصوا احنا النهاردة هنعمل سمك، ماشي؟ ربنا يبارك لنا في عم محسن، جاب لنا شوية سمك حلوين كده. هعمل منه صيادية وهعمل منه مقلي، اللي هو السمك الصغير البلطي الصغير الجميل، بيبقى صغير وجميل بس بيبقى يا جماعة زي السكر كده، بيبقى حلو قوي قوي، ماشي؟ احنا بنعمل كده الصيادية الاول، ماشي؟ بعمل احمر بصلة واحط حتة تومة واحط فلفل على طماطم مع شوية صلصة من المتسبكين عندك، وتسيبيها مع بعضها وتحطي ايه بهاراتك، ملح فلفل كزبره عشان تخلي حياتك منوره، ماشي؟ هنا هو البصل اهو مع بعض اهو بنعمله يتبل زي ما انتم شايفين، وهنا ده البصل بتاع الرز مع بعض، نعمل كوبايتين رز بالبصل كده لان لازم رز، عندي امي وجوزي بيحبوه قوي وبيبقى طعمه جميل كده وحلو، ماشي؟ واحده واحده كده هوريكم كل حاجه حلوه، ووريكم احنا هنعمل ايه مع بعض ونوريكم الجمال. وطريقه الصياديه مفيش اسهل منها، بالمنظر ده بص دبلت اهي، هياخد بصوا حته تومه شايفين، ما بخليهاش يا جماعه تحمر قوي، انا بس التومه تطلع ريحتها. بصي يا قلبي كده، بجيب الطماطم كده عليها مع بعض بنقدر بقى، واحط شويه من الصلصه اللي احنا عاملينها، ماشي؟ تحبوا تاكلوا بقى الخلطه بتاعتها دي، هحط عليها برضو على الخلطه دي شويه خل، وهحط ليمونه، مع ان احنا متبلين السمك. متبلين السمك ازاي؟ الثوم والليمون والفلفل والخل والملح وسبع بهارات والكزبره الناشفه، وتبلنا السمك معانا. وتعالوا بقى هوريكم واحنا بنحمر السمك مع بعض كده. الصيدية بقى اسيبها بقى كله يستوي مع بعض كده اهو، ماشي؟ وقبل ما نحمر السمك ونحطها على عين تانية، وهنا لسه الرز هيحمر وهوريه لكم. بصوا حبايب قلبي، انا هنا زويت كنكه ميه على اساس ان البطاطس القوطه تستوي معاها والبصل يستوي. وبصوا هنا بنحمر ايه؟ شايفين اللي هنا ده البصل، البصل لازم ندوس على التحمير بتاعه شويه اهو، بصوا. وبنحط شويه سكر صغيره بعد ما بنحمر كده علشان خاطر يديله ايه؟ طعم، ولو في مراره او في اي حاجه بتروح منه على طول، ماشي؟ اهو هحط بقى الميه. بصوا يا قلبي اهو كده، بسم الله الرحمن الرحيم، اسيبه يغلي بقى بالميه كويس، احط شويه كمون واحط واحده مرقه واسيبه بقى مع نفسه كده يغلي قوي قوي، هيبقى اللون بتاعه بني، هطلع الرز تحفه كده. انا هوريكم الصياديه، وادي الرز اهو يغلي، هحط كوبايتين الرز بتاعه، ماشي؟ وهوريكم السمك بقى واحنا بنحمر. بصوا بقى يا حبايب قلبي، احنا عملنا ايه دلوقتي؟ انا حطيت الدقيق وحطيت عليه النشا وحطيت عليه شويه من البهارات بتاعت السمك عشان يبقى حلو، خلاص. وعملنا الصياديه اهي على جنب، واحنا هنا حطينا الزيت بيتقدح معانا، هنا العلبه دي فيها بسم الله ما شاء الله. بصوا هو السمك صغير بس تحفه وجميل وطعمه حلو قوي قوي قوي، بيبقى حلو قوي الصغير ده ومسكر. بصوا بقى زي ما انتوا شايفين، احنا عشان نحط بقى الزيت عشان في زيت كتير نبل كده،
بصي يا قلبي احنا كده اهو الزيت اهو معانا والسمك اهو يتحمر اطلعه في المصفى. ليه اطلعه في المصفى؟ عشان يفضل ناشف وعشان يفضل مقرمش وفي نفس الوقت لو في اي زياده زيت ينزل. ماشي، دي حاجه. الحاجه الثانيه، انا عملت صينيه الصياديه هناك اهي شايفينها اهي، هطلع بعد ما يتصفوا من الزيت هطلع احطه في الصينيه وهوريه لكم برده. بصوا حبايب قلبي بقى لون السمكه ازاي، بصوا لونها حلو ازاي وجميل، شايفين اهو. ده ما بحمرهوش زياده عن كده عشان ده صغير، ما نكترش عليه التحمير بتاعه. هحطه هنا كده في قلب المصفى عشان يفضل مقرمش وحلو وفي نفس الوقت يبقى ايه يعني. بصوا السمكه منفوخه، الميه محافظه عليها، محافظه على الزيت ازاي اهو. نقلي بقى كميه حلوه كده ونحطها في الصياديه هوريها لكم. بصوا بقى يا حبايب قلبي بعمل هنا ايه اهي، ادي الصينيه بحط بقى كده، بحط واحده واحده كده واحط عليها شويه من الخضر اقلبها فيها ايه بالمنظر ده كده واحطها وارصها كده جنب بعضيها اهو. جربوا بقى، تحبوا تاكلوا السمك ده وتحبوا تاكلوا الخلطه بتاعته اهي. بصوا الجمال، برصه بقى كده كله فوق بعضه وبتبقى احلى صينيه سمك صياديه. طبعا كل واحد ليه طريقه للسمك، بس دي طريقتي اللي انا عارفاها وماما بتعملها واحنا بنعملها على طول وبتبقى حلوه قوي قوي قوي. هكمل بقى، اكمل بقيه قلي السمك، اعمل صينيه السمك واكمل بقيه السمك هنا اهو. بصوا محمر كده والرز خلاص اتعمل واغرف وهوريكم. ماشي، بس الميه اهم حاجه علشان الميه بتحافظ على الزيت وبتخليه يطلع لونه حلو كده ما يتحرقش منه. ايه رايكم؟ وبتاع الصياديه قلنا ما بنحمرهوش قوي يعني تقريبا هي والتانيه يمسك نفسه اهو واطلعه على طول. هخلص بقى بقيه القلي وهغرف الاكل كله وبعمل سلطه الطماطم اهي بقطعها برده. ماشي اهو زي ما انتم شايفين، وعندنا الطحينه في الثلاجه اللي احنا عاملينها مع بعض. صح، ما عملت الطحينه وكنت عامله طبق كبير بقى منه لسه. هرص الاكل وهوريكم كل حاجه حلوه. حبايب قلبي خلصنا احلى سمك، ربنا يبارك فيك يا عم محسن ويخليك لينا، يا مأكلنا يا مشبعنا يا عامل لنا كل حاجه حلوه. ايه رايكم؟ قلينا شويه حلوين وعملنا سمك صينيه صياديه اهي. ايه رايكم في الحلويات ولا شويه السلطه والسمك ولا الجرجير والطحينه اللي احنا عاملينها مع بعض؟ حطيت شويه شطه على الوش. ايه رايكم؟ والرز المفلفل حطيت على الرز بقى ايه قرن فلفل كده. ايه رايكم في اكلتنا الحلوه؟ يا رب تكون وصفتي النهارده في السمك الصغير الجميل الحلو ده اللي مسكر يكون كده وصفه سهله وبسيطه وحلوه وعجبتكم. وان شاء الله نشوفكم في الهنا ونشوفكم في السعاده ونشوفكم في كل جديد. مع تحياتي مطبخ عبير وماما على اليوتيوب ومطبخ عبير وماما على الفيس وعلى التيك توك، ونشوفكم في كل هنا وفي كل سعاده. وتحياتي ليكم ونشوفكم في كل جديد يا رب العالمين. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.